نعم معاذ، يعني القصة من بدايتها، نحن جغرافيا الآن في حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، المنزل الذي تم استهداف المواطنين الثلاثة الفلسطينيين فيه المقاومين هو من هذا المدخل. لماذا هذا التوتر هنا؟ لأن هناك مجموعة كبيرة من المتفجرات ما زالت داخل هذا المنزل، ونلاحظ هنا أيضا بعض الأسلاك التي تظهر في هذا الموقع. إذا ما اقتربنا بالصورة أكثر إلى هذا الموقع، لا خلينا نأخذ زوم، نعم، إذا ما اقتربنا هنا نلاحظ حتى الأسلاك التي استخدمت وآثار المتفجرات ما زالت هنا واضحة، استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في هذا الموقع. ما يخشاه المواطنون الفلسطينيون هنا في هذه النقطة هو أن يتم تفجير العبوات التي كانت هنا، ويقوم خبراء المتفجرات بالدخول إلى هذا الموقع. طبعا وعد هو هذا هو مدخل المنزل هنا في هذه النقطة. جيش الاحتلال حاصر هذا الموقع بشكل كبير في قلب حي الياسمينة أو حارة الياسمينة في هذا الموقع. نلاحظ هنا حتى كذلك تلاحظ فدي، ربما الأفضل أن تبقى يعني لا تتوغل داخل المنزل كي نسمعك أيضا. سكر الطريق من عندك وسكر، خليش حدا يجي. يلا مع السلامة. ثبت هون. طيب الآن يعني حتى تكون أيضا يعني الصورة أكثر وضوحا. طيب هذه الأسلاك وهذه العبوات هل تم زرعها اليوم يعني خلال هذه العملية؟ هل هذا ما تقوله فادي؟ صحيح، هذا ما حصل بالفعل. القصة بدأت عندما اقتحم جيش الاحتلال هذه النقطة عند ساعات صباح هذا اليوم بعد تنفيذه لعملية عسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. تركزت الاقتحامات في منطقة نابلس تحديدا في حي الياسمينة حيث نتواجد الآن في البلدة القديمة، عندما اقتحمت قوات خاصة من قبل جيش الاحتلال كانت ترتدي زيا مدنيا قبل انكشاف أمرها هنا في هذا الموقع من قبل الفلسطينيين. سمع أصوات اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات. يبدو أن جيش الاحتلال كان لديه معلومات استخباراتية حول تحصن المقاومين الفلسطينيين في داخل هذا المنزل. حتى إذا ما نظرنا، هو البلدة القديمة تعرفين تماما وكيف هي جغرافيتها، دائما الأزقة حيث نتواجد الآن. هذا المنزل هو على الأغلب أنهم كانوا صنون في هذا الموقع. الاحتلال حاصر هذه المنطقة لأنه يصعب الوصول إليها من قبله إذا كانت قوات ظاهرة، بمعنى أنها ترتدي الزي العسكري، لذلك استخدم هذه التقنية. التقنية الأخرى التي استخدمها جيش الاحتلال على الأغلب، يقول الفلسطينيون أن هناك طائرات مسيرة حامت في أجواء البلدة القديمة، ويمكن أن يكون جيش الاحتلال قد استخدم طائرة مفخخة في الدخول إلى هذه المنطقة وهذا المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال هنا في الحارة حي الياسمينة في هذا الموقع. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه النقطة تحديدا وحاصرها، ويبدو أنه استخدم هذه العبوات. قبل قليل يتحدث أحد المواطنين الفلسطينيين الذي استطاع الدخول إلى هذا الموقع، قال أن هناك عبوات محلية أو عبوات زرعها جيش الاحتلال، وما زال يقوم المواطنون الفلسطينيون وخبراء المتفجرات بمحاولة تفكيكها. يمكن أن تؤدي لتفجير كبير في هذا الموقع، ليس فقط لهذا المنزل، وبالتالي هذه حالة التوتر تلاحظين بعضهم الوصول، ونلاحظ أيضا يعني المياه التي تسرب. بالتأكيد هناك حالة من التوتر هنا.